الضحى، ما عليكم من وجهي لان انا لسه فايقه من النوم. ما بعرف اذا انتوا راح تشوفوا هيدا الفيديو بتوقيتكم صباحي او مسائي، اي دوبنو. سو اذا بتشوفوني الصبح صباح السبوحه، اذا بتشوفوني المساء ساعة مساعكم. اليوم راح فرجيكم شغلات كتير كتير حلوه من شغلام. هلا شغلام بنات صار عنده مواقع اوفلاين، يعني فيكم من انتوا تروحوا سنتر بوينت لايف ستايل لحتى تجربوا منتجات شغلام. بس او ماي جاد، طبيعي المنظر اللي شفته، طبيعي التسترز يعني مشفوطين شفط بنات، قد ما شاء الله في اقبال مو طبيعي على الستان تبعهم، مو طبيعي. يعني انا فايت لايف ستايل المنظر هيك، في كتير براندز اوكي شي جلام كل الناس عنده عن جد، لدرجه انا وانا بصور مو قادر اصور، والناس عارفه اني انا عم صور ومع ذلك قاعده عم تدفش. صرت افوت هيك بيناتهم اقول لهم بليز بس بدي اشوف هالمنتج. فعن جد كل الناس سوبر اكسايتد ان هي تروح تجرب منتجات شي جلام، سبيشلي الفاونديشنز لحتى تقدر تختار بالضبط الدرجه المناسبه لهم. فاذا انتم بدكم تعرفوا اي واحد اقرب لكم، فوتوا على shiglam.com/stores، بيطلع لكم ليست بكل المواقع القريبه منكم. سو يلا هلا صار الوقت اني افرجيكم المنتجات اللي انا انصحكم تروحوا تجربوها هنيك، وراح اعمل معكم ميك اب خفيف لانه بكل الاحوال طالع. Let's start. قبل ما نبلش لا تنسوا اكيد تشتركوا قناتي وتفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وابلش معكم اول شيء باكثر منتج بحبه وما بستغني عنه مستحيل، يعني شوف الفاونديشن انا كثير بحبه بس اذا خلص عادي انه انا مثلا اضل فتره بلا. بس هذا ما بقدر. هيدا من احلى اقلام الحواجب ايفر بنات اللي انا استخدمتها. للاسف ما رح اقدر اجربه هلا لان انا عامله زراعه حواجب، ومفروض لمده 6 شهور ما احط اي برودكت على حواجبي. اليوم رح احكي لكم على السكين انفلونسر فاونديشن. هيدا هو الفاونديشن، بيجي على شيز كتير، والحلو فيه انه هو فل 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 كفرج. هيدا الفاونديشن بالشتوية بيجنن لأنه بتحسوا إنه بيعطي ترطيب للبشرة، وما بتحسوا بنفس الوقت ثقيل، والكفرج تبعه بتضاين فترة طويلة. سو هيدا الفاونديشن الدرجة اللي بستخدمها هي درجة باتر سكوتش. شوفوا نتيجة الكفرج من مرة واحدة أخذت من البرودكت، وبنفس الوقت ما بتحسوا بنات انه هو ثقيل، وبيعطي هيك اضاءه ومظهر صحي للبشره. لما جربتوا لهلا الكومبلكشن بوست كونسيلر من شغلان بتكونوا بنات فاتكم. شوفوا ليترلي حرفيا بيتحول الفاونديشن الى طبقه فيري سموث. شوفوا اول شيء الابليكيتور از فيري نايس، بتحط لك منتج انف بس مش تو ماتش، يعني لا بتحطي كميه قليله ولا بتحطي كميه كثيرة. طبيعي جمال الكونسيلر؟ لا طبيعي جمال الكونسيلر مو طبيعي. ومين منكم لسه ما جرب الكونتور من شغلام؟ هذه الدرجة اسمها تاوني امبر. وهيدا الليكويد بلوم بلاش، هيدي درجة بيردي سوت. هيدا البلاش كتير بحبه لأنه very pigmented وبنفس الوقت لونه earthy. ولا تفوتكم بنات تجربة انستا ريدي باودر باللون البينك، بتاعتي إضاءة كتير كتير حلوة. في عنا الطرف اللي بيجي باودر، وفي عنا الطرف التاني اللي من فوق اوكي بيجي باودر بس مضغوط للإضاءة. لما بحكي عن اي منتج اوكي بكتب لكم اسمه على جنب. وفي هيدا البرودكت كمان هيدا جديد عندي، سو جربوا مع بعض. نايس وبينشف بسرعه، يعني ايه فهمت فكرته لهذا المنتج. هذا عباره عن جليتر فيكس مع جليتر، الاثنين مع بعض ثابتين، يعني جليتر ثابت ما بيأثر على الفاونديشن اذا بتحطه بطريقه التربيه. هيدا اول مره استخدمه، حلو الصراحه حبيت.
اعتقد هيك يعني اشوف صار في ميتا في الموضوع، عرفتوا صار في لمعة في الموضوع. انا نفسي اعرف هاي من وين اجتني. واليوم راح اعمل دبل وينج، يعني ايلاينر مجنح. سو لحتى اعمل ايلاينر مجنح لازم، هو مش مجنح يعني من الطرفين مفتوحين. اوكي راح بلش اول شيء بدي اخذ خط من طرف الرمش وبحدد طول الخط. وبعد ما خلصنا ايلاينر من فوق، هلا راح اخذ احلى قلم بيج ايفر، بجنن لون رهيب وثابت طول اليوم. هلا راح ارسم الوينج من تحت. هرجيكم هلا على برودكت جبار. هيدا عبارة عن تاتو تأشر، بس رائع بنات. ما بي رح فرجيكم الصوت، خليني اوزع بسرعة. هيدا الشيء بسرعة بينشفوا، ما تخافوا ما هيك رح يضل اللون. رح روح اركب رموش وارجع لكم. هلا رح اخذ الجليتر ورح احطه بنص العين. هلا صار وقت اني اشيل هيدا لانه مش قادر اتكلم، ما في كلام نزقه، ملاحظين؟ وهيدا اللون قديش انه حلو وراح يضاين طول اليوم. وبعدين راح اخذ، شو ما حكيت عن هدول الشيء ما بكفي وما بوفي. جربت كتير هاي اند براندز، ما حدا ضاهي شيء جلام بالتكشر تبعه. ترطيب لمعة ما بتروح. وجمال I love. So هيدي، لا لسه شو هايلايتي نسينا. هيدي هيدا is amazing. هيدا واحد من الهايلايتس اللي أنا كتير بحبهم، كنت رح أنساك يا بيبي سوري. هاخد منه شوية هون شوية هون، خفيف مو كتير تشونة يعني، لأنه هو أصلا super pigmented وبيعطي هيك اختلاف في اللون، يعني شوي بيعطي أخضر شوي بيعطي أزرق، عرفتوا؟ وبهيك يا حلوين أكون خلصت الفيديو تبع اليوم اللي هو ريكومنديشن منتجات شيكلام. حبيت كتير باي ذا واي الميك اب اللي انا عملته وعجبت، يعني انا معجبه بشكلي هلا، كتير حبيت. انا كتير بحب هيدا اللوك، لوك القطه بسميه انا قطه هيك، بحس انه تو ماتش ريفلكتنج ماي بيرسوناليتي. وما تنسوا يا حلوين انه صار فيكم تزوروا كل الستاندز اللي موجوده باللايف ستايل سنتر بوينت لحتى تجربوا كل المنتجات اللي انتم حابينها قبل ما تشتروها. بس وصلنا مع بعض يا حلوين لنهايه هيدا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. اي لاف يو تو ذا مون، ام باك وبشوفكم قريبا جدا جدا فيديو جديد. باي باي.